Vemos daí fácil assim aqui. فما يعني الغيابات ثم عدة أنواع، ثم الغيابات المبررة، ثم نواب منها عندما لجان منها يعني كما شفتوا اليوم منها ثم لجنة موازية للجلسة العامة، وثم غيابات منها يعني ثم عدة نواب منها تقام عند المهمات سواء في جهات ولا حتى في الخارج، ولكن ثم كما في اي جهه وفي اي سيكتور يعني الغياب ما ثم عباد منها تغيب لاسباب خاصه. وينك اليوم في الصباح؟ مشيت عندنا اليوم قاعده مع نيدا تونس، معناها جاء وفد يترأسوا الباجي قائد السبسي، دونك مشينا في الحزب، عندي نشاط حزبي اليوم. كان تسمح ما تراش مانع انت ما هو؟ لا، خاطر فما نشاطات حزبيه قاعده اليوم تخلي النواب يغيبوا على المجلس الوطني التأسيسي، دونك مهمتهم يلزمهم يكونوا حاضرين بحكم الاسبوع الفارط، نروحوا كل ليله 10 نتاع الليل والصباح نصبحوا 9 نخدموا. دونك لا، احنا النشاط الحزبي جاي متوازي مع واحد، تعرف سي الباجي طلب باش يقابلنا اليوم، ما نجموش نقولوا له لا وخر ولا، دونك قابلناه اليوم. هل يصح القول بان المجلس التأسيسي هو ضمير الثوره؟ الى حد هو احدى ضمائر الثوره برشا، ضمائر الثوره برشا، اما هذا المجلس، مجلس الثوره، هذا المجلس الثوري المنتخب بعد الثوره، يعني هذا الوصف مو صحيح، هذا مفرزة الثوره، هو هذا المجلس المتعدد. سي صاحبي، لو اعتبرنا أن المجلس هو ضمير الثوره، هل يصح القول بانه الضمير الغائب بحكم عديد الغيابات اللي قاعدين نلاحظوا فيها اليوم في المجلس التاسيسي؟ هو عندي مقدمه مش حصانين، ثم برشا غيابات للاسف، ولا فعلا نائب انتخبه الشعب يتحمل مسؤوليته في الحضور وفي المهمه التي انتخب من اجلها، واساسا صياغه الدستور وسن القوانين ومراقبه عمل الحكومه، وناسف احيانا جلسات معناها ما لقاوش النصاب باش تنطلق ونستنى ساعه، وفي الليل كي توخر الجلسه بعد 8 نلقاو اقل من النصاب، يعني شيء انا اقول شيء مخجل. النائب بيتحمل مسؤوليته ويخفي منحه وانتخبوا الشعب، خليه بصرف النظر على المنحه، يتحمل مسؤوليته وانتخبوا الشعب، هذا بشيء هذه مهمه. انا متاسف من الغيابات هذه ومتقلق. سي صاحبي، نختموا باخر سؤال، العديد يتهموا معناتها مثلا خلينا في نواب حركه النهضه، يقولوا انه الجمعه بين معناتها المهام الحزبيه الى جانب المهام الحكوميه وايضا ان يكون في المجلس التاسيسي، هذا من شانه ان يكثر في الغيابات في حد ذاته. احنا فصلنا في النهضه اعلمها معنا حتى وزيرنا، احنا راهو السته وزراء بكل وضوح بدا غيابهم يظهر فغيرناهم، معنا حتى وزيرنا، احنا فصلنا بين الوزاره والنيابه. نقصد المهام الحزبيه. المهام الحزبيه موجوده عندنا بعض وخيان عندهم بعض مسؤوليات يتغيبون، ولكن كلما دات الحاجه ندعوهم ويحضرون، ولكن كله على 90 يغيب واحد اثنين هذا حاجه بسيطه. احنا على 90 يغيب واحد ولا اثنين، اما كنت الفئه 10 و12 13 يغيبوا اشترى. بالنسبه ليك انت شنو تعليقك على الغيابات هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، باش نعلق باللي اللي للنواب واللي ضدهم. اول حاجه احنا عندنا حاجه في النظام الداخلي هو اسبوع الجهات، نحن نشوف الوضع محتقن في عديد الولايات، رينا صار في قرقنه، رينا صار في الكاف، رينا صار في جندوبه، رينا صار في الساحل في بين سيد الهاني ومساكن، رينا في عديد في الجنوب في تطاوين. رغم هذا انه النظام الداخلي يخول للنواب باش يتنقلوا ويستمعوا للناس اللي صوتوا لهم، بضرب هذا النظام الداخلي وعدم تمكين النواب من اسبوع الجهات اضطروهم اضطرارا باش يغيبوا باش يسمعوا الناس اللي انتخبوهم في الولايات هذيك، لكن ثم اللي عليهم. ثم ناس لا رناها في جهاتها ولا رناها تقوم بعملها الطبيعي داخل المجلس الوطني التاسيسي، هذوما نقول لهم انه ثم عديد الاساليب اللي ممكن معاقبتهم او مطالبتهم من انهم يشتغلوا الشغل اللي هم مطالبين يعملوه، وهو الحضور وتمثيل جهاتهم وكامل الوطن احسن تمثيل. انهم نقصوا لهم شهرياتهم انا ما نتصورش هو حل. انا ارى افضل حل، وطلبت بهذا عديد المرات في عديد من وسائل الاعلام، وقلت عندنا تابلو تجب تصوره اللي نجموا قيدوا فيه الغيابات نتاع النواب هذم. النواب هذم اللي يغيبوا اللي ما يحترموش اعمالهم، نتصور احسن وسيله للضغط عليهم هي ترك الاعلام يقوم بالعمل نتاعو ويتعرف عليهم في تابلو بطريقه شفافه وحضاريه، وعدم منع الغيابات الموجوده في اللجان اللي ما يحبوش يطرحوا بها داخل المجلس الوطني التاسيسي. نحن اتفقنا كل على شفافيه، لهذا ارى افضل حل هو نشر هذه الغيابات. يقدمون يعني اسماء المتدخلين عندهم الغيابات الغير مبرره اللي يقعد في داره معناتها ويتفرج على الجلسه العامه من التلفزه وما يحضرش، هذه بالحق معناتها انا نراها معناتها مش مسؤوليه بالكل من النواب،
ونورمالمون معناتها هذه حاجه تاريخيه ومع مسؤوليه كبيره على عاتقنا، واحنا نحاولوا ان معناتها نلبيو يعني المشاغل المواطنين ونلبيو معناتها يعني اللي ينتخبونا على خاطره معناتها المواطنين، سيرتو في فتره حساسه كيما هكايه ومحتاجين يعني المواطنين والدوله كامله معناتها محتاجه العباد تخدم ليلا نهارا باش نجموا نحسنوا وضعيه البلاد. ان شاء الله معناتها ربي يهديهم نواب اللي معناتها ما تحملوش مسؤولياتهم. اليوم شنو نجموا نقولوا على الغيابات المتكرره في المجلس التاسيسي؟ ما هيش ظاهرة إيجابية قطعا، معناها مشكلة موجودة لابد من معالجتها، والمعالجة متاعها لابد أن تكون على مستويات عدة، تفعيل أحكام النظام الداخلي، إشهار أو إعلان قائمة الغيابات، الإعلان عن الغيابات المبررة، وضبط أكثر في مواعيد انطلاق الجلسات، وأيضا الرزنامة الواضحة باش بنجم يعمل برنامج نتاعه، يعرف اللي نهار كذا عنده جلسه عامه ونهار كذا عنده لجنه. سي عبد العزيز، محب تعليقك على الغيابات اللي قاعدين يلاحظوا فيها العباد اليوم المواطنين، يقولوا معناتها وسائل الاعلام تتحدث زاده على غيابات بالجمله لاعضاء المجلس الوطني التاسيسي، تعليقك على الغيابات هذه؟ شوف بالنسبه للغيابات راهو فما نوعين تاع غيابات، فما غيابات اللي هي مبرره، فما العديد من النواب اللي تكون عندهم مهام خارج المجلس، فما العديد من النواب اللي هما ممكن الحاله الصحيه نتاعهم ما تسمحلوش باش يجي، فما العديد من النواب اللي ما نجموش يحضروا الساعه 9، وطلبنا هذا انه تكون بدايه الجلسات من الساعه 10، لانه في العديد من الحالات الناس تقعد تخدم، النواب يخدموا سواء في اللجان ولا في المجلس الوطني التاسيسي الى ساعه متاخره من الليل. فما اللي البعض من النواب اللي هو يجيب نظرا اللي عنده ممكن مشاغل معينه، اما لكن انا نشوف انه في المجمل صحيح فما نواب يجيبوا، يلزمنا في النظام الداخلي نحاولوا نستدركوا الامر هذا باش نحاولوا نضغطوا على النواب انهم يكونوا حاضرين باكثر كثافه ممكن. اليوم النواب هذوما اللي مش قاعدين يحضروا شنو تلقى لهم مبرر ولا ما تلقى لهمش؟ المبرر الوحيد اللي نلقاه هو ان يلزمنا نصنوا قانون اساسي للاستقلاليه الماليه والاداريه باش نجموا نقتطعوا من اجورهم من منح. نحكيوا بصفه عامه على الغيابات في المجلس التاسيسي. الغيابات شوف انا ما نجم نحكي كان على الاشياء اللي نعرفها، فما بعض اشخاص اللي فعلا ما يجيوش برشا ما نعرفش شنو هي حياتهم في خصوص الموضوع هذا، لكن الشيء اللي نحب ناكد عليه وهو انه فما سوء تنظيم نتاع جدول الاعمال نتاع المجلس، اللي فما عديد من الناس اللي ياخذوا التزامات مسبقا وما يعرفوش وقتاش الجلسات، وتدخل معناتها نوع من التداخل اللي ما يسمح لهمش باش يتخلاو على الالتزامات المهمه اللي ياخذوها، عندهم برشا نشاطات الخارج اللي تتعلق بمهمتهم كنواب. لكن رغم هذا نلاحظوا انه 140 145 150 على 217 ديما ما يكفيش. فالاسباب معناتها ما نقدرش نقولوا انه فما عزوف عن المهمة الرئيسية اللي من أجلهم انتخب لها، لكن معناتها مبررات مختلفة وأحوال خاصة وناس في الجهات بعيدة ربما زاد عندهم ضغوطات من برا تجعلوا أنه، لكن هذا كله ما يبررش. مدام سلمى، اليوم في الكرة في تونس الرابطة متاع كرة القدم تمنع الجماهير من دخول الملاعب معناتها بوريفيتي المشاكل والشي نجم يصير، زعما شكون منع النواب اليوم من أنهم يحضروا في المجلس التأسيسي؟ تحدي النواب شكون النجم يمنحهم على اي حاجه؟ النواب هما السلطه العليا للبلاد الكل بما انهم يمثلوا الشعب، وبعد الثوره معناتها القرارات الكل ترجع للشعب، دونك ما ظنش فما سلطه اقوى من سلطه الشعب باش تنجم تمنع النواب باش يكونوا حاضرين. واذا كان فما بعض من النواب ما همش حاضرين، انا نقول ديما الغايب حشته معاه. أنا على كل حال هاني موجودة صباح الليل جوسكان بيزمون، كما قلت لك معناتها الغايب يقولوا مش هكا ديما في المقولة الشعبية، غايب حشته معاه.